مرحبا بالجميع. اليوم بقدم لكم درسنا التاسع باللغة الإنجليزية للمبتدئين. بدرسنا الأول شفنا فعل to be يكون، وبدرسنا السابع ودرسنا الثامن شفنا فعل to have اللي بيعني إنه يكون عندنا شيء أو نمتلك شيء. اليوم بحب أعرفكم على فعل ثالث واللي هو فعل to do. to do اللي بيعني إنه نقوم بشيء أو نفعل شيء. بصراحة نحن اليوم مش مهتمين بفعل to do كفعل رئيسي، ولكن بفعل to do كفعل مساعد. لنقوم بثلاث أشياء. أولاً عشان نحول جملة إلى سؤال، ثانياً عشان ننفي شيء، وثالثاً عشان نأكد شيء. فاليوم رح منشوف أول درس لينا بالأفعال المساعدة، ومثل ما قلت رح منقوم بهالشيء مع فعل to do، وبعدين إن شاء الله بفيديوهات قادمة رح نرجع نشوف فعل to have وفعل to be، وكيف كمان هالأفعال هيدي ممكن نستعملها كأفعال مساعدة. لأن إذا نحن بدنا نتمكن من اللغة الإنجليزية لازم نتمكن من استعمال هالأفعال هيدي كأفعال مساعدة ومش فقط كأفعال رئيسية. فهلا إذا جاهزين لنبتدي، ready let's go. لنبتدي بتصريف فعل to do. I do. You do. He, she, it does. We do, they do. I do, you do, he, she, it does, we do, they do. هلا مثل ما نكون شايفين لكل الأشخاص شكل هو do، ولكن للشخص الثالث المفرد مثل العادة لازم نستعمل شكل شوي مختلف، وهون ضفنا es إلى آخر الكلمة، يعني كلمة do تحولت إلى does، وبننطق حرف ال s بالآخر كصوت z مش كصوت s does. هلا مثل ما قلت اول هذا الفيديو، من الاشياء اللي نحن ممكن نقوم فيها باستخدام فعل to do كفعل مساعد، ممكن نحول جمله الى سؤال. لنشوف هلا كيف فينا نقوم بهالشيء. طبعا اول خطوه لازم نقوم فيها لازم نحول فعل to do نفسه الى سؤال، وبعدين بركبه مع فعل رئيسي عشان نحول جمله الى سؤال. وبقوم بهالشيء لما بعكس مكان الضمير الشخصي والفعل، يعني ببتدي بالفعل وبعدين بقول الضمير الشخصي بهالطريقه هيدي. I do تتحول الى do I. I do, do I. You do, do you. He does he. She does she. It does it. We do we. They do they. هلا كل هالجمل هيدي بدنا نتخيل انه نحن عم نسأل هل، يعني هون فعل to do تحول الى ما يعادل كلمة هل باللغة العربية، ولكن الفرق هون انه نحن منقول هل وبعدين من وراه منضيف الضمير الشخصي، يعني منحدد الشخص. Do I هل انا. Do you هل انت او هل انت. Does he هل هو. Does she هل هي الى اخره. هلا لنطبقهم على جمل فيهم فعل رئيسي، وكفعل رئيسي انا اليوم اخترت فعل to have لاننا بنعرفه، واذا بقى لكم متابعيني من فتره اكيد صرتوا تعرفوا انه انا ما بحب اخلط اشياء كثير بدرس واحد، يعني اليوم بحب ركز على فعل to do بدوره كفعل مساعد وما دخل افعال ثانيه رئيسيه الى هالدرس، ولكن بفيديوهات قادمه ان شاء الله رح بنشوف كيف فينا نستعمل فعل to do مع افعال ثانيه. لنشوف الجمل. Do you have a book? Do you have a book? فهون عشان اسأل هل عندك كتاب او هل عندك كتاب، اول شيء حطيت do you هل انت او هل انت، have عندك او عندك، a book او a book. Do you have a book?
Do you have a car? Do you have a car? هل عندك سيارة أو هل عندك سيارة؟ Does he have a brother? Does he have a brother? هل هو عنده أخ؟ Does he have a brother? Does she have a sister? هل هي عندها أخت؟ Does she have a sister? Does she have a sister? Does it have a color? هل هالشيء اللي عم نحكي عنه does it have عنده هل هالشيء عنده a color عنده لون does it have a color? Do we have time? Do we have time? هل عندنا وقت? Do we have time? Do they have a house? Do they have a house? هل عندهم بيت? Do they have a house? وهذه هي طريقة اللي نحن بنستعمل فيها فعل to do لنسأل سؤال، ولكن فعل to do ما فينا نستعمله كفعل مساعد لكل الأفعال، ولكن لأفعال كتيرة ممكن نستعمله. فمثلا مع فعل to have فينا نستعمله، مع فعل to be ما فينا نستعمله بهالطريقة هيدي، لأنه ما شفنا بدرسنا التاني. ممكن اسأل سؤال باستعمال فعل to be بدون ما ألجأ إلى فعل مساعد، ولكن مع أفعال كتيرة بدنا نستعمل فعل to do بهالطريقة. وإذا ما استعملنا فعل to do رح نستعمل أفعال مساعدة أخرى عشان نحول جملة إلى سؤال. هلأ سألنا سؤال لنشوف كيف بيتم الرد. هلأ لنشوف أول شيء كيف بدنا نرد إذا بدنا ننفي شيء. إذا بدنا نستعمل فعل to do لننفي شيء بدنا نحط كلمة not من وراء الفعل. فمثلاً I do بدأت تتحول إلى I do not. You do. You do not. He does. He does not. She does. She does not. ولكن بصراحة باللغة الإنجليزية ما منقول I do not. You do not. He does not. إلا لما منكون بدنا نشدد على النفي. بأغلب الأحيان نحن رح نستعمل بلا ما نستعمل الأشكال الكاملة لا do not رح نستعمل الشكل المختصر واللي هو رح بيكون أو don't أو doesn't حسب الشخص. يعني I do not تتحول إلى I don't. You do not. You don't. He does not. He doesn't. She does not. She doesn't. It does not, it doesn't. We do not, we don't. They do not, they don't. فهون اللي سويني أخذنا كلمة do وكلمة not ولزقنيهم ببعض، وبعدين قمنا حرف ال O من كلمة not وحطينا مكانه الفاصلة العالية، فتحولت هالكلمة إلى don't. I don't, you don't, we don't, they don't. بينما للشخص الثالث المفرد لزقنا does و not ببعض، كمان هون لأن قمنا حرف ال O من كلمة not وحطينا مكانه الفاصلة العالية. فلنعيدهم مرة تانية. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, they don't. هيدا لما منكون بدنا ننفي شيء ولكن ما بدنا نشدد كتير على النفي، بينما لما بكون يعني بدي انفي بطريقة قوية شوي أكتر بقول I do not, you do not, he does not إلى آخره. هلا لنشوف كيفنا نطبقهم على جمل. لنقول شخص سألني هل عندك سيارة؟ Do you have a car? No, I don't. Does he have a brother? هل عنده أخ? No, he doesn't. Does she have a sister? هل عندها أخت? No, she doesn't. Do we have time? No, we don't. وممكن كمان فقط قول we don't. Do they have a house? They don't. نفترض انه بدي رد مش عشان انفي ولكن عشان اكد شيء. فلنقول شخص قال لي
عندك سيارة؟ وبدي رد وبدي أقول نعم عندي سيارة. هون عشان رد عندي ثلاث طرق مختلفة لنشوفهم سوا ولنشوف شو هو الفرق. Do you have a car؟ عندك سيارة؟ Yes I do. هيدي أسهل طريقة. Yes I do. أو ممكن فقط قول I do. Yes طبعا بتعني نعم. Do you have a car؟ I do. Do you have a car؟ Yes I do. Does he have a brother؟ هل عنده أخ؟ Yes he does. أو he does. Okay. هيدي طريقة ممكن نستعمل I do, you do, he does, we do عشان نرد. الطريقة الثانية واللي هي يعني رح بتكون الطريقة اللي بتساعد الشخص اللي قدامنا أكتر لأنه رح تعطيه معلومات أكتر، اللي هي ما بنستعمل فعل to do بل بنستعمل فعل الرئيسي اللي هو بهالحال هيدي فعل to have عشان نعطي معلومات أكتر. مثلا Do you have a car؟ عندك سيارة؟ Yes, I have a silver car. عندي سيارة رصاصية. Do you have a car? I have a silver car. فهون عطيت معلومات أكتر. ما بقدر أقول Yes, I do a silver car. بدي أقول I have. نفس الشيء إذا قلت Does he have a sister? هل عنده أخت؟ Yes, he has two sisters. عنده أختين. Yes, he has two sisters. أو فقط he has two sisters. ما بقدر أقول yes, he does two sisters. بأول طريقة شفنا أنه ممكن رد واستعمل فعل to do. I do, you do, he does. ولكن الجواب رح بيكون شوي قصير. بالطريقة الثانية ممكن ما استعمل فعل to do بل استعمل الفعل الرئيسي اللي هو بدرسنا اليوم هو فعل to have عشان أعطي معلومات إضافية اللي رح بتساعد المستمع. فبستعمل فعل to have مش فعل to do إذا بدي جوابي ما يكون قصير. ولكن في طريقة ثالثة واللي هي إنه استعمل فعل to do مع فعل to have، وهون عشان يعني شدد على معلومة يعني عشان رد بطريقة شوي قوية أكتر، واللي هي Do you have a car? Yes I do have a car. I do have a car أقوى من Yes I do أو Yes I have a silver car. Yes I do have a car. Do we have time? Yes, we do have time. Do they have a house? They do have a house. فهون الرد قوي شوي أكتر. وهيك منكون وصلنا لآخر هذا الفيديو. بتمنى أنكم تكونوا قد استفدتوا منه. إذا عجبكم هالفيديو، إذا عم يعجبكم هالكورس، ما تنسوا تخبروا أصدقائكم وما تنسوا الاشتراك بالقناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحة على الفيسبوك. وبشوفكم بالحلقة التانية. باي.